تحية الإسلام، السلام عليكم. وقفتنا لهذا اليوم المسلمون والمؤمنون. قال تعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، الآية 14. فالمسلمون اليوم يؤدون شعائر الإسلام، مناسك الحج، مناسك الصلاة، مناسك الزكاة، لكنهم مع ذلك في شقاء، شقاء علمي، شقاء عسكري، شقاء اقتصادي، شقاء اجتماعي إلى آخره. فلماذا هذا الشقاء؟ الجواب هو ما أوضحه القرآن الكريم، أن المسلمين لم يرتقوا لمرحلة المؤمنين، فلو ارتقوا لمرحلة المؤمنين لكان نصرهم الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسورة الروم. ولو كانوا مؤمنين لكانوا هم الأعلى شأنا وكلمة بين الشعوب. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بسورة آل عمران 139. ولو كانوا مؤمنين لما جعل الله للآخرين عليهم أي نوع من السيطرة. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بسورة النساء 141. ولكنهم بقوا في مرحلة المسلمين ولم يرتقوا لمرحلة المؤمنين. قال تعالى بسورة الشعراء 7 مرات: وما كان أكثرهم مؤمنين. فلو كانوا مؤمنين لما تركهم الله على هذه الحال المزرية. قال تعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه بسورة آل عمران 179. ولكان الله معهم في جميع المواقف، وإن الله مع المؤمنين بسورة الأنفال الآية 19. فمن هم المؤمنون؟ الجواب أيضا في القرآن الكريم: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين بسورة التوبة الآية 112. فأين نحن من هذه الصفات التسعة؟ دعونا ندخل بهذه المقارنة الرائعة بين سورة البقرة وسورة طه. يجب الوقوف طويلا والتأمل بهذه المقارنة الرائعة بين آيتين متشابهتين تماما في القرآن الكريم. بسورة البقرة: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في البقرة 38. أما بسورة طه أيضا: فإما يأتينكم مني هدى، لذلك قال فمن اتبع هداي، وضع حرف الألف، فلا يضل ولا يشقى بسورة طه الآية 123. ففي الحالة الأولى بشكل تبع بدون حرف الألف يكون الإسلام فقط ويأتي معه الضلال والشقاء كما هي حالنا اليوم. أما في الحالة الثانية فنجد اتبع مع وجود حرف الألف، يكون الإنسان ليس في حالة شقاء ولا في حالة ضلال. تعالوا إلى موضوع آخر رائع جدا: المقارنة بين العهد وبين الميثاق. العهد هو وعد أكيد بتنفيذ أمر ما، أما الميثاق فهي تعليمات إلهية ينفذها المؤمن بسعادة. قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا بسورة البقرة 117، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا بسورة الإسراء الآية 34. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه بسورة الأحزاب الآية 23. ومن أوفى بعهده من الله، سورة التوبة الآية 111. أيضا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بسورة المؤمنون الآية 8، وأيضا بسورة المعارج الآية 32. والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، بسورة الرعد الآية 20. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما، بسورة الفتح الآية 10. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذه بسورة النحل الآية 91. وبعهد الله أوفوا، بسورة الأنعام 152.
وما وجدنا لأكثرهم من عهد. هذا معقول؟ تسمى ورد سورة أعراف 102. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بسورة البقرة 100. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، بسورة الرعد 25. قال لا ينال عهدي الظالمين، القول الله بسورة البقرة 124. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، بسورة الأنفال 56. وكان عهد الله مسؤولا، بسورة الأحزاب الآية 15. والمؤمن بينه وبين الله ميثاق. ما هو هذا الميثاق؟ ميثاق على السمع والطاعة برضا ودون نقاش. قال تعالى ميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي بدون نقاش، حسب ما ورد بسورة الآية المائدة الآية رقم 7. ويأتي العهد بعد الميثاق دائما، لقوله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، حسب ما ورد بسورة الرعد الآية 25. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، بسورة حديد الآية 8. والميثاق كما قلنا هو سمعنا وأطعنا بدون نقاش، فالمؤمن لا يناقش. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، بسورة البقرة الآية 285. أي بدون جدل وبدون نقاش وبرضا وبكل سعادة. فلا وربك لا يؤمن، لا يؤمن، نلاحظ لم يقل لا يسلم، تقول أيه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، بسورة النساء الآية 65. ويظهر هذا الفرق بين المسلم وبين المؤمن. إذن المسلم مثل ما وجدنا أنه يؤدي شعائر الإسلام، يؤدي مناسك الإسلام، وهي أمور ظاهرة بالنسبة لنا. أما المؤمن فبينه وبين الله ميثاق، هذا الميثاق ميثاق غليظ، فقط سمعنا وأطعنا. إذن وجدنا أن المسلم يختلف عن المؤمن. فالمسلم هو الذي يؤدي مناسك الإسلام من صوم وصلاة وحج إلى آخره. أما المؤمن فيجب أن يحقق الشروط التسعة الواردة بسورة التوبة الآية 112. لذلك على كل مسلم أن يرتقي لكي يصبح في مرتبة الإيمان، عندها ستحل كل مشاكله. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات، وإلى لقاء آخر.